والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم بعضهم على بعض يتساءلون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بها
هذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا
فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار